مكة المكرمة. رفضت محكمة الاستئناف في باريس الاستجابة لطلب السلطات الجزائرية تسليمها المعارض مراد دهينة في الموقوفة في فرنسا منذ يناير كانون الثاني الماضي وفق أمر اعتقال دولي. وأوضح محامي دهينة أن السلطات الجزائرية لم تقدم أدلة أو تواريخ تدعم طلبها تسلم موكله. وكان دهينة مؤسس حركة رشاد المعارضة والقيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، كان يعمل باحثا في الفيزياء في سويسرا قبل اعتقاله في فرنسا. اختتم في مدينة أغادير المغربية مهرجان تيميتار الذي يحتفي بالفن الأمازيغي أحد